بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، وأخرج ابن جرير وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتر من القرآن مخافة أن ينساه، فقال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أن نجمعه لك، قرآنه أن نقرئك فلا تنسى. فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه، يقول: إذا يتلى عليك فاتبع ما فيه، ثم إن علينا بيانه، يقول حلاله وحرامه فذلك بيانه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا قرأناه قال بيناه، فاتبع قرآنه يقول اعمل به. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك، قال: كان يستذكر القرآن مخافة النسيان، فقيل له: كفيناكه يا محمد. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رحمه الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بالقرآن مخافة النسيان، فأنزل الله ما تسمع: إن علينا جمعه وقرآنه، يقول: إن علينا حفظه وتأليفه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يقول: اتبع حلاله واجتنب حرامه، ثم إن علينا بيانه، قال: بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. قوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة، الآية. أخرج سعيد بن منصور عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه كان يقرأ: كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. وأخرج عبد بن حميد عن عاصم رحمه الله أنه قرأ: كلا بل تحبون العاجلة بالتاء وتذرون الآخرة بالتاء. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، قال: اختار أكثر الناس العاجلة إلا من رحم الله وعصم. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: كلا بل يحبون العاجلة، قال: عجلت لهم الدنيا سناها وخيرها، وغيبت عنهم الآخرة. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال ناعمة
وأخرج ابن المنذر والآجري في الشريعة، واللالكائي في السنة، والإمام البيهقي في الرؤية، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال يعني حسنها، إلى ربها ناظرة، قال نظرت إلى الخالق. وأخرج ابن المنذر والآجري عن محمد بن كعب القرضي رحمه الله في قوله: وجوه يومئذ ناظرة، قال نظر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم واللالكائي عن مجاهد: وجوه يومئذ ناظرة، قال مسرورة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي صالح رحمه الله في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال بهجة لما هي فيه من النعمة. وأخرج ابن المنذر عن الضحاك رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال النظارة البياض والصفاء. إلى ربها ناظرة، قال ناظرة إلى وجه الله تعالى. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والآجري واللالكائي والإمام البيهقي عن عكرمة في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال ناظرة من النعيم. إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الله نظرا. وأخرج الدارقطني والآجري واللالكائي والإمام البيهقي عن الحسن رضي الله عنه في الآية، قال النظرة الحسن نظرت إلى ربها فنظرت بنوره. وأخرج ابن جرير عن الحسن رضي الله عنه في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يقول حسنة، إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الخالق. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله: وجوه يومئذ ناظرة، قال مسرورة، إلى ربها ناظرة، قال أنظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه. لو جعل نور أعين جميع خلق الله من الإنس والجن والدواب وكل شيء خلق الله، فجعل نور أعينهم في عيني عبد من عباده، ثم كشف عن الشمس سترا واحدا ودونها 70 سترا، ما قدر على أن ينظر إلى الشمس، والشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي، والكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش، والعرش جزء من 70 جزءا من نور الستر. قال عكرمة: انظروا ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه، النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا. وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها. وأخرج ابن مردوية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، قال ينظرون إلى ربهم بلا كيفية ولا حد محدود ولا صفة معلومة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر والطبراني والآجري في الشريعة والدارقطني في الرؤية والحاكم وابن مردوية
واللالكائي في السنة، والإمام البيهقي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلا لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة، وأكرمهم إلى الله تعالى من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة، قال البياض والصفاء، إلى ربها ناظرة، قال تنظر كل يوم في وجه الله. وأخرج عبد الرزاق والإمام أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي والدارقطني في الرؤيا والإمام البيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم، قال: فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعون، ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل عليهم السلام يومئذ: اللهم سلم سلم. وفيه كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل، ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرجه ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله تعالى فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول: لا، وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك: يا رب،
قربني إلى باب الجنة، فيقول: أليس قد زعمت أنك لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فلا يزال يدعو فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيعطي الله من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت. فيقول: رب أدخل الجنة. فيقول: أليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله عز وجل، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها. فإذا دخل فيها قيل له: تمنى من كذا فيتمنى. ثم يقال له: تمنى من كذا فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني. فيقول تعالى: هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. قال وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة رضي الله عنهما لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله: هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: حفظت ومثله معه. وأخرج الدارقطني في الرؤيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل الناس رسول الله فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في رؤية الشمس عند الظهيرة ليست في سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما. فيلقى العبد فيقول: يا عبدي، ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ وألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ قال: بلى يا رب. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. قال: ثم يلقى الثانية فيقول: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقيا؟ قال: لا يا رب. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. قال: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدا؟ فيفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ قال: فيختم على فيه ويقال لفخذه: أنطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل ذلك المنافق، وذلك بعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله عليه. ثم ينادي مناد: ألا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد؟ قال: فيتبع أولياء الشيطان الشيطان، واتبعت اليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم. ثم نبقى أيها المؤمنون
فيأتينا ربنا عز وجل، فيأتينا ربنا عز وجل وهو ربنا فيقول: على ما هؤلاء قيام؟ فيقولون: نحن عباد الله المؤمنون، عبدناه وهو ربنا، وهو آتينا ومثبتنا، وهذا مقامنا. فيقول الله عز وجل: أنا ربكم فامضوا. فيوضع الجسر وعليه كلاليب من نار تخطف الناس. فعند ذلك حلت الشفاعة، أي اللهم سلم، الله أي اللهم سلم. فإذا جازوا الجسر، فمن أنفق زوجا من المال مما يملك في سبيل الله نجا من النار، وكل خزنة الجنة يدعونه: يا عبد الله، يا مسلم، هذا خير فتعال، يا عبد الله هذا خير فتعال. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن ذلك العبد لا توى عليه، يدع بابا ويلج من آخر، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبيه وقال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكون منهم. وأخرج الدارقطني في الرؤيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، جاء الرب عز وجل إلى المؤمنين فوقف عليهم والمؤمنون على كوم، فيقول: هل تعرفون ربكم عز وجل؟ فيقولون: إن عرفنا نفسه عرفناه. فيقول لهم الثانية: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: إن عرفنا نفسه عرفناه. فيتجلى لهم عز وجل فيضحك في وجوههم فيخرون له سجدا. وأخرج النسائي والدارقطني وصححه وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: هل ترون الشمس في يوم لا غيم فيه، وترون القمر في ليلة لا غيم فيها؟ قلنا: نعم. فقال: فإنكم سترون ربكم عز وجل، حتى إن أحدكم ليحاضر ربه محاضرة، فيقول: عبدي، هل تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: ألم تغفر لي؟ فيقول: بمغفرتي صرت إلى هذا. وأخرج الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لترون الله عز وجل يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وأخرج الطيالسي والإمام أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والدارقطني والحاكم والإمام البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس فيها سحاب؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد والدارقطني وابن مردوية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأمم يوم القيامة بصعيد واحد، فإذا أراد الله عز وجل
أن يضع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار. ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن المسلمون. فيقول: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعرفه إنه لا عدل له، أي لا شبيه له ولا مثل له. فيتجلى لنا ضاحكا ثم يقول: أبشروا يا معشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت له مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. وأخرج ابن عساكر عن أبي موسى رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا، ويبقى أهل التوحيد، فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره. قال: وهل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبه له. قال: فيكشف لهم الحجاب، فينظرون إلى الله تبارك وتعالى فيخرون له سجدا، ويبقى أقوام في ظهورهم مثل صياص البقر، فيريدون السجود فلا يستطيعون. فذلك قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ويقول الله عز وجل: عبادي ارفعوا رؤوسكم، فقد جعلت بدلا، وفي لفظ، فداء كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. وأخرج الدارقطني عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيخلو الله به، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. وأخرج الدارقطني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: والله لا يخلون الله عز وجل بكم يوم القيامة واحدا واحدا في المسألة حتى تكونوا في القرب منه أقرب من هذا، وأشار إلى شيء قريب. وأخرج الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين الله عز وجل. وأخرج الإمام أحمد ومسلم والدارقطني من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه يسأل عن الورود، فيقول: نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول. ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم نورا، أو يعطي كل إنسان منهم نورا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.